يا طيب امر فاير اتولى الماركسمان. احمد باشا اخس احمد باشا. خلنا نعشق ونطلع نضربهم ونرجع زيك. والله ضربوني والله. بخلي الرماية يشتغلون. والله دخلوا تصدقوا. خلي الرماية يدخلون ذول بسرعة لأن خيانة دخلوا والله. والله دخلوا والله. يلا يا صديق يلا. أخس. يا سلام دخلت انا وانا ماركسمان. توقع ما ام عاد. جات الاحداث الثانيه. خش 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 بسرعه. ما اتوقع يوصل من هنا ذا. وش ذا؟ يا سلام. ايوه ادخلوا فيهم كذا. ادخلوا فيهم. شايفين وش في اشياء هنا ممكن استخدمها؟ وش فيك معلق انت ها؟ وش فيك؟ ايه 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 استقبلوهم عند الباب. انا ما ابغى اموت عشان اخرب المعركة. ايوه زي ما شايفين الدعسه قاعد يصير هناك عند الرسبون حقهم. اوه توقع في اوه يا ليل انحش. الوحدات بتجي. يا سلام ما سلاحي بس رميته تحت. سلاحي سلاحي سلاحي. ايه ادخل فيهم ادخل فيهم. يصدم بالسلاح. هم شايفين الدعس كيف؟ وجع
طيب راح راح فيها كلهم دعسوا. طب المرة هذه بنخلي ماركس من يجلسون هنا. ايه ما انا بخلي ماركس من ينزلون بخليهم يجلسون. ايوه خليهم يرمون من بعيد، ما احنا ما احنا بداخلين فيهم، خلي بس ايش بعيد من فوق كذا، واللي يطلع علينا بندعسه، هذا افضل شيء. ايوه كذا صح كذا صح. هانجر هانجر يا لبيه يا لبيه، احلى قيادة. والله الجيوش لاخوياي مات منهم 55 بسيطة، هم 126 ماتوا كلهم. The remaining defenders are retreated to the fortress for a final stand. باقي الجنود بس اقول لك رجعوا، انسحب ورجعوا قعدوا ورا. اما عاد يلعن شكلهم، what the hell، والله ما فهم انا اخذها هذي. طيب ماشي خلنا نحاش الحين، بقى منهم كم؟ والله كثير حراسهم بالهبل، في امر معاهم جوا وناس. احنا 158 بس ضد العالم ذي كلها. اقول على نفسكم، هنا السويد حاشريننا وهنا كوساك، وين اروح الحين؟ وين اودي وجهي هنا؟ طيب خلينا نجي هنا بس بحذر، نسحب المنوب لانه مجروحين كثير جرحى، ما اقدر انا اخذها. ولا هذه صارت حقتنا خلاص، كفو كفو كفو، صارت حقتنا. طيب اول شيء نسويه نريح فيها بعد ما دمرناها واخذناها، معنا 13,000 زي ما شايفين. معركة قلعة ذي أو مو قلعة، قلعة محصنة يعني. طيب الحين وش السالفة؟ يقول لك خان اسلام الملك حقنا ذا حق الشعب اللي اشتغل تحته، وش سلكت نيو مارشل، يبغى يسوي مارشل جديد يعني قائد قوات مسلح جديد اللي يقود الجيوش. ترشيحات هنا زي ما شايفين، يقول لك من انت بترشح هذا ولا هذا. هذه حركه ما كانت موجوده في وارباند، يعني موجوده بس هنا شويه ايش منظمه اكثر. يعني في وارباند تختار انت من اللي يكون امير مناطق او القرى وزي كذا، هنا لا يعني ما تختار المارشل في وارباند، هنا لا تختار المارشل يعني تصوت له ممكن. يقول لك مين اللي ياخذ، مين اللي ياخذ تصويت اكثر شيء وزي كذا، مين اخذ تصويت من مين وزي كذا. داعمين هذا الظاهر اكثر شيء. لا والله في تعادل زي شيء، 4 5 4 5 5 5 5 6 يحاول يعدي. ايوه كرة سلة دي. طيب يلا جاء دوري الحين، صوت الدوري ولا طبعا اللي بصوت له بيكسب بيسود خان ولا ارجون باي. يلا روح ارجون باي، تحسنت علاقتي معه وقلت علاقتي مع ده. خلاص صار هذا قائد قوات مسلحة. زين شايفين طبعا هذا تجي مع القلعة مع الفورترس، تجي قرية واحدة بس. هم اخذوا علينا هذه فورترس، هذا توسعنا، هذه من دولتنا، اخذوا علينا كافة السويديين، ما ادري شلون دخلوا لين هنا واخذوا كافة وطلعوا، شيء عجيب صراحة.
فأنا برجع بس بحذر، برجع الكامب حقنا هم 303. هم اندر اتاك، مين اللي قاعد يهاجمها؟ كان في واحد قاعد يهاجمها. طيب اهم شيء انا ما بينه وبين مشاكل بين البولندين، اي مشاكل ديزرترز دولة. انا ابغى اجي مرشنري كامب ذا، هذه عاد زرفها بيصير سهل الحين. القرية ذي بس خلنا اجيب قوات. خمسة وسبعين عددنا، خلنا نبيع الأسرة هنا في التافرن ونزرف أم القرية ذي الحين. هذا واحد من الأبطال ممكن يجي معاك وزي كذا. لا هذا اللي يبغاني ارجع له الحكم، مدري ايش هذا الرنز بروكر. دوت ابو كلب، طبعا هذه كافة ما ادري كم فيها جيش وذا. هذا مهمة الملك فشلت مع نفسه، فيها 174 بس يا حلالهم. ودي ازرفها صراحة بس ايش ابغى هايط الحين. قاعدين يضربوننا قلعة الظاهر اللي قبل شوي اخذناها. ايه شوف رجع يحصرونها السويدين، اتوقع اللي يحصرونها. ما قريت التقرير صراحة بس ودي ازرف هذه قرية، مع ان هذه قريتنا. بس ودي ازرفها اشوف ايش يصير يعني. ما اتوقع في احد قريب منهم. ناخذ الاشياء حقهم ونبيع نجيب فلوس زيادة. والله ولا حد جاني ولا شيء. طبعا انت ايش؟ علاقتي مع السويد صارت من صفر الى اصفر. يا لبيه يا لبيه. عاد في مكان هاي مو مشكلة، نروح نبيع الاغراض ذي هنا الحين، شوف ايش اللي يسوى. السلك يجيب والله فلوس. طيب ايه انا اوريك، اما ما عنده فلوس كفاية ذا اجي خلاص. تعال جيب الفر، مو مشكلة معايا 14,000 ولا فيري هاي. نبغى نجيب جنود زيادة اعزائي المشاهدين من فورترس ذا. خلنا ندخل نشوف شو وضع الكوماندر ذا. كوماندر ما ادري وين القاه صراحة. ايه هنا 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 كوماندر، هذا كان جالسون كوماندر كابيكول، وهذا رماه ومدري ايش. طيب هذا اللي ما فهمته الى الان، يعني وين القى الجنود اللي اخذتهم ذولا من الكوماندر كم شيء؟ هذا اللي انا ما قادر افهم. طبعا مرشنت جيلد ممكن تاخذ فلوس. طبعا هنا وشو في شيء اللي هو ايش ممكن تحط بدل ما تاخذ هنا وشو، اول قلت لكم تاخذ قرض، الان هنا ممكن في خيار زياده طلع
اللي هو ممكن تحط طبعا هذا خير اذا بس في المدن اللي انت تحت رحمتهم، بس تحت المدن اللي انت تشتغل عندهم، فممكن تحط جزء من الفلوس عندك تاخذها من عندك تحطها في البنك حقهم اللي داخل المدينة ذي، يجيب لك عليه فائدة 14% كل شهر، يعني يزيد فلوسك. طبعا هذا ربا ربا صريح يعني، ما في شيء، بس في اللعبة ذي لا نعرف شيء اسمه ربا ولا يحزنون. فخلينا نجربها. طبعا انت ممكن تختار وش تبغى. حاليا انا عندي 14519، ف ممكن انت تقول ايش، ما ادري، هذا الظاهر اللي تخليها معاك، الفلوس اللي تخليها معاك. وش السالفة؟ ايه الفلوس اللي تخليها معاك، باخذ 2000 زيادة سالب 2000، يصير بحط 10000، بس يصير معي 4000، و10000 استثمرها في البنك حقهم ربا ربا، يزيد الفلوس، وتجي كل شهر تلقاها زادت 15% زيادة، يعني 10000 تزيد كل شهر 2000، لا كم، 15%، اتوقع 1500 شيء زي كذا تزيد كل شهر. فخسرت، اخذت 10000 وحطيتها في البنك حقهم. ممكن تجي تاخذها ترجعها فلوس اذا تبغى، بس انا بخليها في البنك ربا، يعني تزيد فلوس ربا، هذا شيء حرام طبعا، بس في اللعبة هنا هي لعبة يعني، بنستفيد يعني، نحطها في القلعة ذي امان بعيدة عن اي مشاكل. 10000 تزيد سنويا، فهذا احد، او شهريا عفوا تزيد، فهذا احد الوسائل اللي تزيد فيها الفلوس في اللعبة، ما كانت موجودة في ورباند، غير التجارة اللي تكلمنا عنها في الحلقة اللي راحت، التجارة وكيف تبهذلت وتشوت عشان أتاجر، بس ما اهتميت أنا صراحة، لأنه حبيت بس أوريكم، لأنه طريقة إظهار الجنود هنا سهلة جدا، فخسرت خسائر صراحة يعني ما لها داعي في الحلقة اللي راحت لما تاجرت بالعربة ذيك، فيها فلوس صراحة، تجيب فلوس أقول لكم يعني، بس انا احب اركز على الحروب، ما احب يعني اتاجر مدري وش واخر اجيب العربه واسحبها للمدينه الثانيه، سالفه يعني طويله عريضه. بالنسبه لي انا احب احارب واجيب فلوس عن طريق الزرف القرى زي كذا حقت الاعداء، واحط فلوسي في البنك اللي تبع الدوله حقي يرابي، تطلع يتاجرون في الفلوس دي، والفائده يعطوني هي كل شهر 15%. طبعا في الحياه الحقيقيه التجاره ما في اي شركة أو منظمة أو حتى دولة تقدر تجيب بالشهر 15%، يعني كل 3 شهور ممكن، كل ربع سنة ممكن يجيب لك 15% كحد أقصى يعني، فهذه مجرد لعبة ومجرد كذب، واللي هذا اللي قاعدين نسويه ترى حرام ما يجوز. الربا هو زي ما كلكم تعرفون يعني أكبر كبيرة وأعظم كبيرة من كبائر الذنوب، إنك تعطي فلوس وتجي تأخذها دبل او اضعاف او بفائدة عن اول. او مثال يعني، ما ندري نشطح الحلقة، فاللي ما يدري وش الربا يكتب في جوجل يطلع له وش الربا، معروف الربا. فزي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، هذا كنت بوريكم اياه، الحلقة هذه يمكن شوية قصيرة، بس التركيز كان على اول عملية احتلال القلعة يعني في اللعبة هذه، قلعة محصنة فورترس، تجي أكبر من الكاسل، لأن في كاسل، الكاسل تجي أصغر، هذه ما هي كاسل، هذه فورترس، تجي هذه كاسل، هذه القلعة العادية اللي تعودنا عليها في وارباند، لكن فورترس تجي محصنة أكثر يعني.